هاي، اليوم رح نتعلم كيفية تسطيب برنامج Subtitle Edit ورح أعرفكن على واجهة البرنامج وكيفية فتح الفيديو وبدء عمل ملف SRT وتفاصيل تانية كتيرة. أنا كاتبة مترجمة سمع بصرية وإلكترونية، وأهلا وسهلا فيكن بقناتي كاتبة أكاديمي. إذا عجبكن الفيديو لا تنسوا تدعموني سبسكرايب ولايك وتفعيل زر الجرس وشير. جاهزين؟ يلا نبلش. اوكي، هلا مندور على البرنامج بجوجل، نكتب داونلود Subtitle Edit. بيفتح معنا عدة مواقع. هو البرنامج فري بالكامل، فهذا الموقع مناسب نفتحه. عنا latest version 3.6.10. انا البرنامج اللي عم بشتغل عليه حاليا كتير مناسب، 3.5. تمام، نختار هاد داونلود. بكل بساطة سيف بيتحمل معنا البرنامج. طبعا أنا ما رح أكمل لأنه محملة البرنامج عندي على الديسكتوب. هاي الأيقونة تبعه Subtitle Edit، نفتحه بكل بساطة. هاي الواجهة تبع البرنامج كتير بسيطة وسهلة. فينا نمدد هون شوي، نتعامل مع انه نكبر ونصغر حسب راحتنا بالشغل. اوكي، رح بلش بشرح الواجهة. هاي البانل مسؤولة عن فتح الفيديو. تمام، الفيديو اللي رح نشتغل عليه ونترجمه. هاي البانل مسؤولة عن الويف فورم. الويف فورم يعني الموجة الصوتية للفيديو، والاصوات الصادرة عن الفيديو كلها هون بتطلع على شكل موجة صوتية. اوكي تمام، هاي البانل مسؤولة عن ملف. نحن حنصير نزامن كل جملة بدايتها ونهايتها ومدتها، ونكتب الترجمة بهاي المنطقة، ورح علمكم التفاصيل. طبعا هاي البانل هون بنكتب النص. قبل ما بلش بدي اشرح لكم كمان شغلة. هدول الايقونات، هلا اذا كبسنا هون show hide waveform، راحت الwaveform هون، صار الفيديو، صار مطرح الwaveform. طبعا انا ما بدي هيك. كمان اذا كبسنا على show hide video كمان بيروح الفيديو، بتضل الwaveform. يفضل يضلوا اثنيناتهم مفعلين. وفي حال برنامج منه لحاله مثلا راحت هاي البانل، ما تنصدموا، بس كبسة واحدة بترجعوا بانل الفيديو. تمام، هلأ بدنا نتأكد قبل ما نبلش بشغل اي شيء من الفورمات والانكودينج او الانكودينج. الفورمات نحنا رح نشتغل على سبريب SRT. هذا الفورمات المسؤول عن ملفات الترجمة. طبعا هون في كتير فورمات، هدول كلهم لهم علاقة ببرامج نحنا ما دخلنا فيها. نحنا بدنا نتأكد من هذا الفورمات. اوكي تمام، الانكودينج كمان لازم نتأكد من هذا الانكود UTF-8 with BOM. طبعا اذا اخترنا اي انكودينج من هدول حتطلع عنا الملفات وكل الترجمة بطريقة رموز غير مفهومة. فاول شيء بدنا نتأكدوا من الفورمات والانكودينج. هاي شغلة. الشغلة الثانية، في حال انتو عم تترجموا، انتو يعني مختصين بترجمة الافلام من والى اللغة الفرنسية، فيكن هون choose language، تختاروا لغة واجهة البرنامج. في انجليش طبعا، في فرنسي، عربي ما في.
فرنسي، اوكي. تنقلب معكم كل الواجهة، بتشتغلوا براحتكم. طبعا أنا رح أشرح، بما أني مع أني مترجمة من وإلى اللغة الفرنسية، لكن رح أشرح واجهة البرنامج باللغة الإنجليزية للكل يفهم. تمام، إنجليش، أوكي تمام. كمان رح روح على الأوبشنز، بدنا نظبط السيتينجز. طبعا نحن حكينا عن المعايير الدولية للترجمة وعن عدد المحارف المسموح فيها. هلا هون بالجنرال بدي اشرح لكم عن شغلات بسيطة. single line max length 43، انا بدي خليها 37، هاي الماكس. هدول رح خليهم مثل ما هن. طبعا هاد خلينا نرجع نختاره، اوكي، بالديفولت انكودينج لحتى نتأكد ما يطلع ملف ال SRT رموز. وبدي كمان اعمل، اذكركم بشغلة، انه auto backup every minute، يعني هو بيصير يحفظ الشغل بملف خاص كل دقيقة. تمام، delete after انا عملتها 6 months، يفضل اخر مشان يضل، يعني يضلوا محتفظين بالملف لأطول مدة ممكنة، اوكي. كمان بدي اعمل الفونت هون انتو بتختاروا اللون اللي بدكم، يعني انتو بترتاحوا له، نوع الخط، حجم الخط، بولد او مو بولد. طبعا كل هاي السيتينجز تبع الخط قد ما غيرته بهذا البرنامج، هي خاصة بالمترجم، يعني عند لصق الترجمة بالفيديو ما بيختار هذا النوع من الخط، لا، هذا النوع بس للشغل بداخل البرنامج فقط. أما نوع الخط عند لصق الترجمة إلى معايير تانية ببرنامج لصق الملف الـ SRT بالفيديو. هلأ حأشرح لكم كيف بنفتح الفيديو بثلاث طرق. عنا ثلاث طرق كتير بسيطة. أول شي بكبسة زر هون، افتح معنا بكل بساطة، بنختار الفيديو أو drag and drop، نسحبه هيك بكل بساطة، نحطه هون. كمان فينا من عن فيديو open video file، كمان نختار الفيديو open. هلا انا فتح معي الفيديو، تشغيل هون، طبعا هون الايقاف، هون حجم الصوت. طبعا انا دغري فتحت معي الموجة الصوتية الويف فورم. في حال ما طلعت عندكم الويف فورم، بكبسة زر، يعني كليك هيك تيك، تطلع عندكم دغري تلقائيا الموجة الصوتية. طبعا انا لون عندي، لون الموجة الصوتية عملتها بينك، انا بحب لون البينك. طبعا الاوبشنز هون فينا نختار الوان الويف فورم، من هون تختاروا الكالر، انا مختارتها بينك، فينا نختارها مثلا يلو، اوكي. تختاروا كل الالوان اللي انتو بترتاحوا لها بالشغل. تمام، اوكي. هلأ رح نبلش نعبي هون الملف الـ SRT، اوكي. رح اعلمكم هلأ البانيل الخاصة بالـ Create و Translate و Adjust. هلأ Create، نبلش نسمع الفيديو جملة جملة ونترجمها سوا. خلونا نشغل من هون. Aujourd'hui بلش، شفتوا من وين بلش؟ من هون، بنحط الكورسور هون، شايفين؟ Aujourd'hui معناتها بنحط الكورسور هون، بنحط بعدين انسيرت،
insert the new subtitle at video position. هون بلش عندي ال subtitle أو sous-titre بالفرنسي. نسمع aujourd'hui a commencé fait. هاي الجملة نحط الكرسور هون. set end time حددنا بداية ونهاية. طبعا فينا نسحب بالكرسور هيك لقدام وهون فينا نظبط بالماوس، يعني صار عنا start time و end time. تمام، هاي الستارت تايم والاند تايم والديوريشن. هون التكست بعبيه هون. هلا هو شو عم بيقول؟ فينا نشغل، نرجع aujourd'hui a commencé fait. تمام، عم بيقول aujourd'hui a commencé fait، بما معنى حلقتنا اليوم. ما فينا نترجم اليوم، فينا نزيد حلقتنا اليوم من برنامج. هو البرنامج اسمه كيف صنع. تمام، المبني للمجهول منحط الضمة مشان ما يصير في لبس بالقراءة. كيف صنع. تمام، هاي صار معنا أول تيتر. aujourd'hui a commencé fait. اوكي، ملاحظين انه حجم الخط كتير كبير. فينا بكل بساطة نصغره من الاوبشنز. اوكي، نرجع نسمع كمان. Et les pianos. تمام. Et les pianos. فينا نعمل اوكي تيز تاني. بلش من هون. Insert new subtitle. منشوف امتى خلص. Et les pianos. تمام، خلص هون تقريبا. set and time صار عنا subtitle 2. منترجم فينا نقول عن آلات البيانو. تمام، منكمل. un dossier en deux parties sur la fabrique. بلش هون كمان. insert a new subtitle بيخلص الجملة. un dossier en deux parties sur la fabrication d'un piano à queue. تمام، خلص هون. set and time ننترجم. un dossier en deux parties sur la fabrication d'un piano à queue. un dossier en deux parties يعني ملف من جزئين. تمام، منعيد. un dossier en deux parties sur la fabrication d'un piano à queue. sur la fabrication d'un piano à queue. تمام، ملف من جزئين. الأول عن كيفية صنع بيانو كبير. تمام، هون طلع عندي الريد اليرت. شو يعني الريد اليرت او الاليرت روج؟ يعني في هون ايرور، في غلطة. شو هي؟ حط لي اياها هون بالروج بالريد 42. تمام، هون انا تعديت، لازم اقطع، لازم اعمل بريك ملف من جزئين. في نقطع هون، تعالوا نجرب بالانتر نقطع. تمام، هون صار عندي سطرين، السطر الاول 30 والسطر الثاني 29، معناتها تمام. نسمع
Un dossier en deux parties sur la fabrication d'un piano à queue. تمام منكمل. Pour clore l'épisode. Pour clore, هون بنحطها كمان insert new subtitle. منكمل. Pour clore l'épisode sur une note musicale. خلصت الجملة. Set end time. Pour clore l'épisode sur une note musicale. يعني لنختم الحلقة على ألحان معزوفة موسيقية. أوكي. 37 ما بنقطع، مع انه هون حاطين سطرين بس ما إلها علاقة. أوكي. هيك بصير عنا، صار عنا أربع جمل بهذا الملف، ملف الـ SRT. تمام. هلأ في حال أنا بدي كملكم هون بالكريت. هلأ هاي play from just before text، كيف إذا شوفوا إذا كبست. Pour clore l'épisode sur une note musicale. من قبل التيتر بشوي، يعني ما بيقرأ لي هيك. Pour clore l'épisode sur une note musicale. ما بيقرأ لي التيتر دغري، لا قبل بشوي بعدين ببلش بالتيتر أو السبتايتل. Pour clore l'épisode sur une note musicale. شغلة هون بالأوند سونور أو بالويف فورم، هاي بترجع 500 جزء من الثانية بتمشي فيها، وهي بترجع 500 جزء من الثانية، وفينا نزيد وفينا ننقص بالفلاشات هدول. تمام. وهون فينا نزيد إذا بدنا نمشي كتير 5 ثواني فرد مرة، وهون بنرجع 5 ثواني. أوكي. طبعا هاي كلها إلى اختصارات، رح علمكم كلها هاي إلى اختصارات بكبسة زر على الكيبورد، رح خصص حلقة خاصة عن كل الاختصارات بتسهل عليكم الشغل. كمان بدي حابة اشرح لكم هاي الادجست ما بتفيد، هاي الادجست كلها بتنعمل بالماوس، فيعني هاي ما إلها داعي. بس بدي احكي على الترانزليت هون كمان عندكم بلاي. Pour clore l'épisode sur une note musicale. Pour clore l'épisode sur une note musicale. Un dossier en deux parties. Et les pianos. Previous. Aujourd'hui. À... Et les pianos. Bardo. Un dossier en deux. Bardo. Pour clore l'épisode. Tableau. Un dossier. Et les pianos. تمام. في حال أنا هلأ خلينا نسمع الجملة نكتبها باللغة الفرنسية. Pour clore l'épisode sur une note musicale. Pour clore l'épisode. تمام كمل. Pour clore l'épisode sur une note musicale. Jouer de la musique est. بلش هون. تمام. بلش هون منعمل انسيري او insert new subtitle. Jouer de la musique est un triomphe, sans parler du piano lui-même. تمام خلصت الجملة هون. Set end time. هون عملنا time. هلا في حال انا سمعتها وبدي فرغها باللغة الفرنسية. De la musique qui est un triomphe sans parler du piano. Lui même. تمام خلينا نرجع نتأكد.
Jouer de la musique est un triomphe, sans parler du piano lui-même. هاي ما بنرجع بنظبطها، ما في مشكلة. هلا هون عنا بالترانزليت بس نعين دغري بياخد لي اياه هون على هون. هلا عم بيقول لك هون دغري سيرش نيو تكست اونلاين، يعني نبحث عن نص اونلاين. فينا عنا خيارات، عنا جوجلت او جوجل ترانزليت. جوجلت بياخدك على جوجل، جوجل ترانزليت بياخدك على جوجل ترانزليت، يعني الويب سايت ترجمة جوجل. والحلو بالموضوع انه في كمان موقع تاني، وفينا نضيف المواقع اللي نحنا يعني مواقع الترجمة اللي نحنا منفضلها ومتعودين عليها ونزيدها هون من خلال شوفوا عنا بالسيتينجز. مثلا انا متعودة اشتغل مثلا لنفرض على روفيرسو، تمام. انا فيني هون 3، فيني اضيف لحد 5، تمام. حاطة انا الويكيبيديا الروفيرسو، بحط هون اللينك كامل وبعمل اوكي وبينزل عندي. اوكي، هلا نحنا اذا رحنا على جوجل ترانسليت شو بيصير؟ شوفوا كيف بياخدني على جوجل ترانسليت ويساعدني بترجمة اللغة، تمام. عزفوا الموسيقى هو انتصار ناهيك عن البيانو نفسه. بكل بساطة في حال كانت الجملة ظابطة، بكل بساطة نعمل هيك، تمام. عنا الاليرت روج او ريد اليرت، عن لازم نعمل بريك. عزفوا الموسيقى هو انتصار ما هيك عن البيانو نفسه، تمام. اوكي، لهون نكون خلصنا. لأي سؤال حابين تطرحوه اكتبوا لي بالتعليقات وأنا رح جاوب على جميع الأسئلة. لا تنسوا دعم لقناتي، سبسكرايب، لايك، وتفعيل زر الجرس. باي باي.